يعني كلمونا كده على يعني الأغنية وعلى الكليب الأرض. يعني أولا احنا عايزين نعرف طبعا طبيعة الموسيقى اللي انتوا بتقدموها وطبيعة الغناء اللي انتوا بتقدموه من خلال الأغنية بتاعت أغنية الأرض دي. ايه المعاني والفلسفة اللي من ورا الموسيقى بتاعتكم؟ اوكي، اول شيء صباح الخير لكم، صباح صباح الخير الفل. لكل اللي عم بحضرونا في مصر، بيتنا الثاني. بالنسبه لاغنيه الارض، هي زي ما انكتب يعني حكى، انه هي اغنيه شوي عم تتطلع للمستقبل تبعنا، وين رايح او وين عم بروح بعد السنين اللي احنا قضيناها بسبب الوباء وهي القصص. النقاط الفلسفية لهي الأغنية هي عبارة عن إحنا قديش دائما بنتطلع لبلدان ثانية عشان نروح ناخد الأرض تبعتها وناخد خيرات الأرض تبعتها. فهي شوي ماخذة نوع اجتماعي، وفي نفس الوقت نوع فيه جيوبوليتيكال أو سياسي بعض الشيء. بالنسبة للموسيقى، بالنسبة للموسيقى، احنا بدأنا نعزف موسيقى من 10 15 سنة، وكنا دائما حوالين الموسيقيين اللي بيعزفوا الموسيقى البديلة، واللي هي تقريبا طالعة من موسيقى الروك الغربية، بس طبعا فيها مزج قوي من الموسيقى الشرقية. بدر، يعني بدر وأحمد، انتوا الأغاني عموما الناس بتبص الأغاني على إنها مساحة لطيفة وخفيفة ومبهجة وللترويح عن الناس. انتوا أغانيكوا فيها بعد فلسفي شوية، ودي جرأة منكم. طيب ما خفتوش للجمهور يحصل بس يعني مثلا نفور، بعض الناس ما تفهمش البعد الفلسفي ده أو ما تحققش النجاح المطلوب؟ يعني مغزى الفلسفة ده كان إيه؟ طبعا هي الموسيقى الفلسفيه طول عمرها موجوده، يعني احنا ما بدانا حتى، يعني حتلاحظي في اغاني كثير لمحمد عبد الوهاب بتكون اغاني بوب واغاني معروفه، وله اغاني كثير لها بعد فلسفي، وكانت تهاجم من قبل الناس، من قبل النقابات. مرات كان في له اغاني كانوا يتهموه بالالحاد، كان في عده اتهامات لكثير فنانين، بس بمجرد انهم كتبوا مواضيع فلسفيه وناقشوا مواضيع فلسفيه. طبعا احنا بنكون متوقعين انه نوع الكتابات اللي احنا بنكتبه هو ما حيكون نوع سهل وحيكون لاي حد، بس احنا بنحب انه الناس يجربوا الانواع هاي ويدخلوا في المواضيع الفلسفيه هاي، وبنتمنى انه يكون هذا النوع من الكتابات له نجاح.